أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في كل مكان. أهلا بكم في فقرة المبدعين في برنامج بسمة أمل، معاكم نيفين نبيل. النهاردة هيبقى معانا ضيف شخصية مبدعة مميزة جدا بتفكيرها، أثرت في جميع يعني حياتنا، أثرت في جميع جوانب حياتنا. معانا الشخصية المبدعة الفنان تامر صقر، موزع الموسيقي على الوطن العربي كله. اهلا بحضرتك. اهلا بيك نيفين، صباح الخير. وصباح الخير على حضرتك، قناة منور الصحة والجمال، و منور قناة الصحة والجمال. الله يخليكي، ومنورين كل الكرو العمل. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك عملت اعمال مميزة جدا وبارزة جدا، يا ريت تعرف المشاهدين اهم الاعمال على الساحة الفنية في الوطن العربي وصار في حياتنا قوي. والله اقرب حاجه لسه عاملها، يعني عامل اوبريت لبيروت الشقيق، طبعا لبنان الشقيق، الشعب الجميل طبعا بعد المشكله اللي حصلت. طبعا اقل حاجه كنا ممكن نقدمها لهم يعني الاوبريت الجميل دوت. عملت كلمت صلاح مندي الشاعر، والحمد لله يعني كتب موضوع كان جميل جدا، ولحنه استاذ طه امين. والحمد لله تاني يوم على طول بعد اللي حصل يعني ده نزلناه على طول على السوشيال ميديا. دي اقرب حاجه يعني ممكن نعملها لشعب لبنان الشقيق الجميل يعني، ويا رب كده يعدي على خير الازمه دي. يا رب ان شاء الله. الاعمال الفنيه تعتبر علامه مميزه في تاريخ الاغنيه المصريه، كذلك أصبحت أغنية فيلم 1-0 أصبحت علامة مميزة في تاريخ الكرة المصرية. ممكن حضرتك تكلمنا وتذكرنا بيها بسرعة كده؟ هي كانت في فيلم واحد، هو كان الفنانة زينة كانت في الفيلم فعلا. كانت الأغنية هي كانت بتتذاع كتير في الوقت اللي كان فيه الفيلم نزل، في منتوشة الكورة فعلا. كان في الوقت ده في كأس عالم وكده، بس هي كانت جوه الفيلم، كانت في السيناريو فعلا بتاع الفيلم. كانت هي طالعة مطربة يعني في الفيلم، فكانت عامله. عملنا الموضوع كان كلمات استاذ شوقي صقر رحمه الله عليه، ولحن استاذ حسن. معانا فيديو بيروت، فيديو بيروت لحضرتك عملته. يعني من الاعمال الجميله. نطلع نشوف فيديو بيروت. تمام. وشفنا دلوقتي حضرتك عملت اوبريت بيروت، ما شاء الله يعني حتى التوزيع مؤثر جدا، وانا اعرف ان التوزيع الموسيقي ليه الاغنيه ما تنفعش من غيره. نسبه النجاح في الاغنيه نسبتها 70%، يعني ما تقدرش، ما فيش اغنيه ما تعديش من غير توزيع موسيقي. ما هو فعلا يعني هو يعني طبعا يعني ركن من او عمود من الاعمده نفسها بتاعت نجاح الاغنيه. التوزيع طبعا، لان هو اللي بياخد الكلام واللحن وبيحطهم في الشكل الملائم ليهم، يعني في المزيكا اللي تبقى ماشيه مع متناسقه مع الكلام ومع اللحن. اقدر اقول حضرتك مايسترو تلحين الاغنيه؟ لا يعني هو بص، لانك حضرتك بتقسم، عشان ما نظلمش الشاعر والملحن. لا، ما هو اللحن ما يمشيش من غير التوزيع. هو بصي، يعني كل عنصر في الغنوه والصوت، يعني ده الصوت ده بيبقى مهم جدا، يعني هو اللي ممكن بيبين كل المجهود بتاع العمل ده، الصوت برضو. فالاربع حاجات دول او بيضاف لهم كمان هندسه الصوت، خمس حاجات في الاغنيه: كلام، لحن، توزيع، صوت، هندسه صوت، هندسه صوتيه. الخمس حاجات دول هم اللي بيأثروا جدا في نجاح الاغنيه. اي عنصر او اي خلل في الموضوع ده بتحسي ان الموضوع يعني طقم، بس في حاجه مش لايقه عليه، هتحس ان الاغنيه ناقصها حاجه. بالظبط كده. في اوبريت حضرتك عملته تاني؟ كنت عامل اوبريت خليك في البيت، كورونا خليك في البيت. لسه قريب كنا عاملينه في موضوع فيروس كورونا ده، اللي ان شاء الله ربنا يعديه على خير. كان في تعاون قوي جدا بين فنانين كتير جدا في الموضوع. كان غناء المطرب احمد شيبه والفنانة أمينة، وكان في مجموعة من الممثلين طبعا، الأستاذ أحمد بدير. طيب نخلي المشاهدين يشوفوا حاجة منه، نشوفوا، ماشي، نرجع نكمل كلامنا. أوكي، عليه. أوكي أوكي معاكي. هو ده الوقت المناسب.
ما شاء الله، انا شايفه شغل مؤثر جدا وجميل كان جدا عمل جميل، وكنا كلنا فعلا بنعمله بجد يعني وبحب بروح وباين قوي. الحب جدا. كل الفنانين بصراحه كان في تعاون كبير جدا، وكان عندهم يعني وفنانين انا نزلوا في شايفه وقت هنا كان صعب فنانين كمان. اصحاب الكلام الراقي، بالظبط، اصحاب الاغنيه المسموعه، هي ايوه عند النقطه دي. وهاجي اسالك راي حضرتك في ظاهره المهرجانات. انتي طلعتي من حاجه في حاجه على طول. تستاهل ماشي. كده. بصي بقى، يعني طبعا انا مش هقول فن، انا هقول ظاهره وهتختفي ان شاء الله. هو دلوقتي هو ظاهره المهرجانات بقى ليها شعبيه في جيل، يعني الجيل اللي طلع كله اتعود على حاجه معينه. ويعني انا قبل كده اتكلمت في موضوع المهرجانات، طبعا هو بقى ستايل معمول في المزيكا عموما، وليه جمهور بيحبوه كده. بس هو الموضوع كله ان اول ما طلعت الظاهرة دي كانت المفردات بتاعت الكلمات مش حلوة خالص، يعني كانت بتخش البيوت بطريقة، بلاقي اطفال صغيرة بيغنوا الاغاني بيكرروا الكلام بطريقة مش حلوة. هستيرية، طريقة هستيرية واستفزازية يعني شوية. حتى لما حصل يعني مشاكل بسبب الموضوع دوت، والإعلام وبدأ النقابة برضو خدت الأستاذ قرار، هاني طبعا شاكر. أستاذ هاني شاكر، هما بدأوا يغيروا من المفردات بتاعت الكلام، يخلوا الموضوع فيه إيجابية شوية. بس برضو الموضوع سطحي. اللي بتكلم فيه في موضوع المهرجانات، هما بيتكلموا يعني الموضوع عبارة عن إيقاعي، احنا بنتكلم في أغنية فيها فن، فيها جمل موسيقية حلوة، فيها ايوه جملة لحنية حلوة، صح. ما يبقاش وبعدين انا ملاحظ ان 90% من شغل الاغاني بتاعت المهرجانات الالحان تمام. انا سامعها في اغاني قبل كده، يعني انا سامع ان التيم ديت انا سامعها في اغاني كتير. فعلا فعلا. مفيش شكل جديد نقدر نتكلم ان دي حاجة جديدة وفيها كلمة، فيها لحن، فيها مزيكا. طب الموضوع ايقاعي قوي. بمناسبة اللحن والمزيكا والكلام الحلو، حضرتك عملت أغنية لحكيم. انا عامل عامل الفنان حكيم اكتر أيوة من اغنيه. تمام. كنت عامل تيجي تيجي، من ضمن الاغاني دي اللي انا بحبها، يعني دي بالنسبه لي غنوه، يعني ليها علامه حلوه، لان كانت دويتو جميل جدا بين فنان حكيم وفنان دون عمر، فده يعتبر دويتو عالمي. تيجي فده نشوفه؟ نشوف طبعا تعالى. طبعا. ممكن حضرتك تكلمنا بقى عن الأغنية دي؟ الأغنية ديت طبعا من ضمن العلامات اللي أنا بحبها جدا، لأن كان عمل يعني عالمي. لأن الأغنية فعلا أنا لما دخلت على السوشيال ميديا وعلى النت واليوتيوب وكده، يعني لقيت الغنوة دي نازلة بره، غير إن هما بقى بيعملوها في مدارس الزومبا دلوقتي، يعني فعلا. بيتدربوا عليها، صح. لقيتها كتيرة جدا في مدارس الزومبا، ونزلت في أكتر من مسلسل، يعني الأغنية نفسها جوه المسلسل كان ليها نجاح كبير كان لها قوي. نجاح كبير جدا. طبعا حكيم من نوع اكتف جدا، يعني من ايام ما وبعدين كنا هو بنعمل الاغنيه، من النوع اللي ما بينامش بجد، يعني الراجل ده بيحب شغله جدا، فما كناش بننام، كنا قاعدين في شغل معسكر كده، كان جامد، معسكر جامد جدا، فربنا وفقنا الحمد لله، طلعت اغنيه دمها خفيف وجميله جدا. تحية تحية للفنان حكيم. طبعا طبعا، تحية تحية للنجم تحية الجميل. كبيرة أوي. طبعا كلمات الفنان، الشاعر، حتى كلام راقي مع إنه داخل فيه لغة تانية، بس بالظبط تحس إن الكلام راقي ومفهوم ومرتاح وإنت بتسمعه. بالظبط. كلمات طبعا الأستاذ أمل الطاير، يا رب طبعا من هنا بندعي له كلنا بالشفاء العاجل يا رب، لأن كان بيمر بأزمة وعكة صحية كده، بس إن شاء الله يقومنا بالسلامة. وكانت ألحان يعني حكيم ودون عمر ووحيد المليجي، أكتر من حد اشتغل في اللحن بتاع الأغنية، ما شاء الله، فكان إنجاز تيم وورك، يعني عارفة سيمفونية رائعة يعني كنا بنقعد بنشتغل الموضوع بحب، فعلا. هو من يعني النقطة دي، عايزين ننجح النقطة في دي نجاح، فبنشتغل بحب إنها الحب. وبنغير، وعلى فكرة عايزين نغير هنا نغير هنا، مش بنزعل، لا بالعكس احنا
انما مبسوطين هو لما كان باين بيلاقي قوي حاجه. في الاغنيه يعني خالص، حتى التيم ورك كان باين، وروح الصداقه وروح الحب والموده اللي ما بقى. هل دي هي ما بدات هو دي موجوده؟ اهم حاجه في الشغل، روح الحب تمام، والصداقه دي اهم حاجه. ربنا يديمها. يا رب. طيب دلوقتي حضرتك، دور حضرتك في تشجيع المواهب الشابه بسرعه على سريع كده. سريع سريع. اكيد طبعا انا بدعم اي حد عنده موهبه وشايفه تمام، وفعلا انا اليومين دول شغال في ورشه عمل، بجهز كلمات والحان، وبنشوف عناصر جديده، بشوف عناصر تكون حلوه، تمام، اصوات كويسه، بدعمهم وبنعمل دوت، وبدور فعلا على اصوات تكون كويسه، بحيث ان نطلع بجيل حلو بجد نرتقي بالفن طيب بتاعنا. نشكر حضرتك على الوقت، البرنامج للأسف معلش انتهى، ان شاء وبشكرك الله. جدا ان الله حضرتك يخليكي، شرفتنا الله يخليكي، النهاردة، اشكرك. ودايما وجهة مشرفة للأغنية المصرية وفي يا رب الوطن يا رب العربي يا دايما، رب حضرتك مشرفنا دايما ربنا يا رب. يخليكي، اشكرك واشكر فريق العمل، وتحياتي ليكم جميعا وبمجهودكم الجميل ده. شاكرين جدا، ألف الله شكر. يخليك. شكرا، الله يخليك.